Honorable Muslims, Allah the Almighty Subhanahu wa Ta'ala states in the Holy Qur'an as follows, "So remember me and I shall remember you. Give thanks to me and do not be ungrateful to me for my favors." Every human being, whether young or old, rich or poor, strong or weak, sustain their lives only through the means and offerings bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala. It is an indispensable requirement of being a believing servant of Allah to be aware of this fact, to know its value, and to express gratitude to the owner of blessings. A Muslim feels, expresses, and demonstrates his gratitude to Allah thoroughly. They are thankful and know that they are indebted to Allah by always feeling Him in their hearts. They express their gratitude in words by always praising Allah. They demonstrate their gratitude physically by using their hands, tongues, eyes, and ears to do good and to keep them clear of any kind of evil. Dear believers, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "Those who do not thank people do not show gratitude to Allah." A Muslim never underrates a favor done to them, nor do they show ungratefulness or arrogance. They are happy by giving thanks to all people who have done a favor for them, including primarily their parents, their spouses, and their children. Dear Muslims, Allah is a shakur who rewards any beneficial work done. He subhanahu wa ta'ala loves the servants who are not covetous and greedy, but on the contrary, are contented and satisfied with the blessings bestowed upon them. I would like to conclude this Friday's khutbah with a verse expressing this truth. Also call to mind when your Lord proclaimed, "If you give thanks, I will certainly grant you more, but if you are ungrateful for my favors, my chastisement is terrible." ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم بارك الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Yeah.
Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين huzurundan bizleri boş çevirme ya Rabbi yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi aramızdan ahirete irtihal eden merhume kulun Tuğsahan Ahad hanımefendiye rahmetinle merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Kendisine cennetinle cemalinle müşerref ellediğin kullarının zümresine ilhak eyle ya Rabbi, dahil eyle ya Rabbi. Günahları varsa günahlarını affeyle ya Rabbi. Resulullah'a komşu olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennetinle cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة